انتصف نهر فلسطين، وهذا برنامج مراسلونا في الميدان، فيه نضيء على أبرز الفعاليات والأخبار من مختلف محافظات الوطن مع شبكة مراسلينا في الميدان من القدس إلى بيت لحم إلى طول كرم إلى الخليل وغيرها من المحافظات. نتوقف هذا اليوم وعدد من الأخبار والفعاليات الرئيسية مع شبكة مراسلينا الذين نرحب بهم جميعا من بيت لحم، هاني فنون من الخليل، عزمي بنات، ومن بيت لحم هاني فنون، من طول كرم معنا إيهاب الضميري، ونبدأ من القدس المحتلة حيث تتواجد مراسلتنا كريستين ريناوي وتحديدا من باب الأصباط في مدينة القدس. أهلا بك كريستين. وفيما يتعلق بالمقابر الإسلامية واستمرار قوات الاحتلال منع دائرة الأوقاف الإسلامية من عمل الترميم، إضافة إلى اليوم الثاني بعد الانتخابات لبلدية الاحتلال في مدينة القدس والتي أجمع أن المقدسيين قاطعوها. التفاصيل لديك، تفضلي. تماما مي، بداية نتوقف حيث أتواجد في باب الأصوات، نسلط الضوء في التقرير الذي نعده حول استمرار ومضي الاحتلال بسياساته لتهويد القدس، تشويه وجهها الذي يمس بالوضع القانوني والتاريخي في المدينة. من المعلوم بأن الاحتلال يعمل على تقويض عمل دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن كل الترميم والصيانة في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يواصل منع دائرة الأوقاف من إجراء وتنفيذ مشاريع الصيانة والترميم، ما يحدث تصدعات وخلل بالجدران التاريخية للمسجد الأقصى المبارك. بالأمس يعني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع حول انهيارات في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ما استدعى صدور بيان عن دائرة الأوقاف الإسلامية أكدت فيه بأن كل ما يجري هو نتيجة استمرار منع الدائرة من إجراء الترميم والصيانة اللازمة. كل من يعني المسؤولين عن الترميم والصيانة تعرضوا للاعتقال مرارا من قلب الأقصى، حتى المبادرات الشخصية للمواطنين من بلدة سلوان جنوب الأقصى الذين كانوا يذهبون إلى مقبرة باب الرحمة لإجراء فقط عمليات تنظيف بسيطة في محيط الجدار الشرقي للأقصى، كانوا أيضا يتعرضون للاعتقال. واضح بأن هناك سياسة، الاحتلال لا يريد لأحد أن يعمل، يريد أن يمضي بمخططاته التهويدية للعاصمة المحتلة لصالح كل مشاريعه التهويدية والاستيطانية. أسلط الضوء في تقريري على هذه القضية وأشير إلى الوضع الميداني أيضا بخصوص الأقصى. أكثر من 70 مستوطنا بما فيهم عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ضمن ما تسمى الفترة الصباحية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ومن جهة باب المغاربة كما تجري ويجري الحال. على السياق وفي سياق آخر، واضح بأن الكل تابع مقاطعة المقدسيين لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس. المراكز، عشرات المراكز مي التي وضعت في القدس تحديدا في الشطر الشرقي خصصت للفلسطينيين بطبيعة الحال، ولكنها كانت خاوية تماما، النسب ضئيلة جدا، ولا يتحدث أصلا المقدسيون عن نسب وإنما عن الموقف الوطني الجامع والسائد بمقاطعة هذه. نعم كريستين، أيضا كان هناك اعتقال لشابين أو لمجموعة من الشباب 67 الذين اتهمتهم قوات الاحتلال بتعطيل عملية انتخاب أهالي القدس الشرقية وتم اعتقالهم بالفعل، ماذا لديك حول هذا الموضوع؟ نعم. نعم، يعني اعتقلت بالفعل قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في منطقة جبل المكبر إياد بشير، وأيضا أحد كوادر الحركة في البلدة، وأيضا اعتقلت رئيس لجنة أولياء أمور الطلبة ومواطن رابع لرفضهم وتصديهم ومنعهم وضع صناديق اقتراع في مدارس في هذه البلدة. اعتقلوا لساعات وأفرج عنهم عند حوالي الساعة 9 مساء بشرط الإبعاد عن منازلهم،
بطبيعة الحال هذه رسالة ولكي يكونوا عبرة وأن لا يقف أي مقدسي في وجه الاحتلال. أشير أيضا مي إلى أن حتى الشعارات البسيطة العفوية التي كتبت على الجدران كالانتخابات خيانة والآخره سرعان ما أمرت شرطة الاحتلال بمسحها، وحتى المواطنين الذين كنا نجري معهم مقابلات بالأمس كانت شرطة الاحتلال تعينهم، وبالتالي في هذا كله في سياق الترهيب والملاحقة لمنع إظهار هذا الموقف الوطني بمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال. نعم، نشكرك جزيلا حتى اللحظة كريستين ريناوي، وضعتنا في آخر التطورات فيما يخص منع دائرة الأوقاف الإسلامية من القيام بعمليات الترميم في مقبرة باب الرحمة وفي المقابر الإسلامية، وفي ضوء اليوم الثاني على الانتخابات الاحتلالية في مدينة القدس. إلى زميل عزمي بنات من الخليل. الخليل، اليوم العديد من التفاصيل والأخبار في يطا، هناك عمليات اقتحام وهدم، وهناك أيضا الضابطة الجمركية، عدد من النشاطات في محافظة الخليل. ماذا لديك عزمي وأين تقف بالتحديد؟ أهلا بك مي وبكافة السادة المشاهدين. نطل عليكم في هذه اللحظات من خلة الفرن جنوب مدينة الخليل. قوات الاحتلال والآليات العسكرية التي اقتحمت هذا المكان قبل حوالي ساعة ونصف من الآن قامت على هدم غرفتين سكنيتين تعود للمواطن ماجد برقان من سكان هذه المنطقة، والحجة حاضرة وهي عدم الترخيص، مع العلم أن قوات الاحتلال قامت على هدم هذا المكان أو هاتين الغرفتين دون سابق انضمام. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة صاحب هذه الغرف السيد ماجد برقال. أهلا بك عبر برنامج مراسلونا في الميدان. يعني نتحدث عن تفصيل ومشهد اقتحام هذا المكان وآلية هدم هاتان الغرفتين. إجوا جبهات الجيش، إشي وقف غادة وإشي هوني والجرافي وصاروا يهدموا وما أعطوني إنذار من مرة نهائي. نعم، يعني هذه المنطقة أيضا تتعرض، قبل خروجنا على الهواء تحدثنا وإياكم عن إخطارات لهذه المنازل وكذلك تجريف بعض الأراضي في هذه المنطقة، حدثنا عن هذه الإجراءات الإسرائيلية. بجرفوا كل شيء بيعملوا، يعني دائما بيجوا والمستوطنين على المفرق تحت دائما قاعدين، يعني ما بنعرف لا نروح ولا بنيجي كمان. طيب، يعني هاتان الغرفتين التي تم هدمها اليوم، كان هنالك ايضا بعض الهدم لبعض المنازل في هذه المنطقه، وايضا تحدثنا اكثر عن مشهد هدم هاتان الغرفتين. هذول الغرفتين هذول احنا بنجي عندنا ارض زراعيه بنجيب بنقعد احنا اولادنا وبناتنا وكل ما إنا يعني عشان ما حداش يشوفنا، اجوا هدونا اياهم عشان هيك. طب يعني هناك بعض الأراضي الزراعية المخطرة في هذا المكان، ونتحدث أيضا عن يعني وجود أيضا منطقة قريبة تتعرض لما تتعرض له خلة الفرن، نتحدث عن بيرين أيضا التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن هذا المكان. في بيرين معطولي يعني بصح لهم يعني إنهم يعطينهم يعني صلاحية إنهم يبنوا طوب شغلات زي هذه، وما بنعرف شو بصير لقدام يعني أشياء زي هيك يعني. طب هل تبعتم الإجراءات القانونية، أوراق ثبوتية يعني تثبت ملكيتكم لهذه الأرض؟ مسجل عندنا بالمالية هذه كلها الأرض هذه، إحنا في المالية لا تابعين للخليل، إحنا لمالية الخليل والبلدية تاعت الخليل يعني. شكرا لك سيد ماجد برقان صاحب الغرف المهدمة. إذن ما نكمل وإياكم في هذه الإطلالة الإخبارية ونتحدث عن اقتحام عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال ساحة وأروقة المسجد الإبراهيمي الشريف، قامت بالاعتداء على المواطنين القريبين من أروقة وساحة المسجد الإبراهيمي الشريف. أيضا نتحدث هنا معي عن موضوع آخر وهو إصابة 13 مواطن جراء حرق أحد المصانع في مدينة الخليل، والتي يعني تم إصابتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج، وذلك نتيجة إصابة بعضهم بالحروق والآخرين الذين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم للدخان. أيضا هنا على المستوى الأمني ما نتحدثنا عن قيام الأجهزة الأمنية بضبط مصنع معسل في مدينة الخليل، وأيضا الماكينات تمت مصادرتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لإجراءات أخذ الإجراء القانوني المناسب لهم.
أيضا هنا ما نتحدث عن استمرار الحملة الأمنية والتي بدأت منذ عدة أيام والتي استهدفت عدة مناطق في محافظة الخليل، ونتحدث هنا عن المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل وبلدة سعير شرق الخليل وبلدة بيت أمر وصوريف ومدينة دورة جنوب الخليل، والتي شهدت حملة أمنية فلسطينية لحفظ الأمن والأمان والسلم الأهلي، والتي استهدفت المركبات غير القانونية وكذلك الفارين من العدالة وأيضا الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الإجراءات الأمنية الفلسطينية لحفظ الأمن والأمان والسلم الأهلي. أخيرا هنا ما نتحدث عن اليوم العالمي الثاني في جامعة الخليل، وذلك لإيجاد الظواهر والشرعية لمواجهة المخدرات والجرائم الإلكترونية والتي تمت في محافظة الخليل بتنظيم من الجامعة والتي حضرها مدير شرطة الخليل وكذلك بعض المختصين في هذا المجال لإيجاد الحلول الشرعية والبدائل لمواجهة هذه الظاهرة، ونتحدث هنا عن ظاهرة المخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من الإجراءات التي تهدد المواطن وكذلك تهدد الوطن والمجتمع في مدينة الخليل بشكل عام. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك عزمي بنات، كنت معنا من محافظة الخليل وأجملت لنا آخر التطورات في هذه المحافظة والفعاليات والندوات. نرحب بمن انضم إلينا زميلي هاب الضميري من طول كرم، ولكن نبقى مع بيت لحم حيث تواجد الزميل هاني فنون. هاني، لاحظنا استهداف الخضر هذا اليوم، تشريد 5 عائلات إضافة إلى مواضيع مختلفة ستطلعنا عليها، مواضيع قطف الزيتون، تفقد المحافظ لقرى ريف الغربي، وأيضا استمرار الاحتلال بشق طرق استيطانية. تفضل هاني. اهلا ومرحبا بك مي وبجميع مشاهدي برنامج مراسلون في الميدان. قوات الاحتلال ما تزال حتى هذه اللحظه تقتحم احد المنازل في منطقه دهرة الندى شرق مدينه بيت لحم. يعني المنزل يعود للمواطن علي شختور، حتى هذه اللحظه لا يتوفر لدينا اي معلومات. الاقتحام بقوات كبيره للاحتلال في محيط، يعني تغلق الطرق المؤديه لهذا المنزل، وايضا قوات كبيره يعني تحتشد في محيط المنزل وايضا في داخل هذا المنزل. كما قلت المعلومات شحيحه حتى هذه اللحظه عن طبيعه هذا الاقتحام. ايضا يعني ما قبل قليل انتهت جوله المحافظ، يعني تحديدا في منطقه بلدة الخضر وأيضا في منطقة خربة عليا. هذه الخربة التي تتعرض يعني أو تعد من أحد المناطق الاستراتيجية في بلدة الخضر والمطلة على يعني أيضا قمم الجبال وأيضا على البؤر الاستيطانية والمستوطنات وعلى الشارع الاستيطاني المسمى 60. يعني في صبيحة يوم العيد، عيد الأضحى الماضي، تلقى أحد المواطنين في تلك المنطقة إخطارا بهدم منزله، لكن اليوم كانت هناك جولة أيضا لدبلوماسيين من النرويج والدنمارك وأيضا القنصلية البريطانية في يعني في أراضي السلطة الوطنية وأيضا في دولة الاحتلال، جاءوا إلى هذه المنطقة لمساعدة المواطنين على قطف ثمار الزيتون، وهي رسالة أيضا لتثبيت صمودهم. المحافظ كان هناك واستهل هذه جولته في الريف الغربي في تلك المنطقة لكي يطلع أيضا كل الدبلوماسيين أو الوفد الدبلوماسي الذي حضر إلى المكان على حقيقة الوضع الاستيطاني وأيضا يعني الاقتحام الاحتلالي لتلك المناطق. عندما نتحدث عن بلدة الخضر، يعني في الليلة الماضية تعرضت المحال التجارية في البلدة إلى اقتحامات وتخريب وسرقت ما في محتويات هذه كاميرات المراقبة، وأيضا في منطقة شوشحلة التابعة لها وهي يعني القرية القديمة الحديثة التي تم إعادة إحيائها من جديد، طردت خمسة عائلات من هذه القرية، وذلك بفعل مخطط استيطاني جديد يهدف إلى ربط بؤرة استيطانية بمستوطنة دانيال. ومنطقة شوشحلة تقع في المنتصف ما بين هذه البؤرة الاستيطانية وما بين هذه المستوطنة. جنود الاحتلال قاموا بطرد 5 عائلات من هذه المنطقة حتى يتسنى لهم إفراغها من جديد وأيضا إقامة مشاريع استيطانية عليها. هذا يعني هذا هو الأسلوب الاحتلالي، الطرد والتشريد والتهجير للعائلات، لكن هناك إصرار من قبل المواطنين وتحدي للعودة إلى منازلهم وللعودة إلى هذه الأراضي لكي يبقوا فيها. هذا أمر مهم جدا أن ننوه، لأن المواطنون هم حريصون وهم بحاجة إلى مساعدة أيضا من الجهات الرسمية لكي تسعى لتثبيتهم في هذه المنازل. طبعا لا يتوفر لديهم كهرباء ولا ماء، لكن هناك يعني وسائل شحيحة تصل إليهم، لكن هم يعني هم في داخل أنفسهم متجذرون في هذه المنطقة. عندما أيضا يعني جولة المحافظ هي أيضا شملت
نحالين وايضا في حسان وبتير وواد فوكين في مناطق الريف الغربي لبيت لحم من اكثر المناطق يعني استهدافا من قبل الاستيطان والمستوطنين، وايضا يعني فيما يسمى مشروع القدس الكبرى الذي هو يسعى الاحتلال من خلاله الى تفريغ هذه الاراضي وتفريغ ساكنيها لكي ينفذ مخططاته الاستيطانيه لضم هذه الاراضي وضم الكتل الاستيطانيه في تلك المناطق المقامه اغلبها على الريفي الجنوبي والغربي. هذه الكتل الاستيطانيه وهذه المخططات تهدف من خلال الاحتلال كما ذكرنا الى ضمها الى ما يسمى بمشروع القدس الكبرى. المحافظ اليوم في جولته الى هذه البلدات والقرى بعد توليه منصب محافظ محافظه بيت لحم في الشهر الماضي او في بدايه هذا الشهر، هو يقوم الان بجوله للاطلاع على واقع هذه القرى وهذه البلدات، وايضا يعني هناك في هذه القرى والبلدات الهيئات المحليه تسعى جاهده الى ايصال المساعدات للمواطنين، المشاريع، البنيه التحتيه لكي تحافظ على وجود المواطن في هذه المناطق المستهدفه مقابل يعني مقابل الزخم الكبير والوتيره المتسارعه في البناء الاستيطاني. ما يعني هذه جوله هامه وايضا يعني تضع يعني في نصابها ان يقوم المحافظ بحث الخطى من قبل الجهات الرسميه والوزارات للدعم لابناء شعبنا. ايضا واختم حديثي بالحديث على مواصله المستوطنين وبحمايه جيش الاحتلال في الاسبوع الثاني على التوالي بشق الطرق الاستيطانيه في منطقتي خليل اللوز وخلت النحله، وهذا ايضا كما ذكرنا سابقا ياتي ضمن ما يسمى بالقدس الكبرى لبناء حزام استيطاني على هذه الاراضي من خلال هذه الاراضي التي يعني فيها يعني تصل مساحتها الى الاف الدنومات الزراعيه التي يعني الاحتلال منذ سنوات يقوم على تفريغها ومنع المواطنين من البناء فيها لكي يتسنى له تنفيذ المخطط الاستيطاني بفصل الريف الجنوبي عن مدينه بيت لحم، وايضا بناء حزام استيطاني لربط المستوطنات في الكتل الاستيطانيه الكبيره حتى وصولا من جهه الغربيه ومن جهه الجنوبيه وصولا الى الجهه الشرقيه حتى معالي ادوميم في شرق القدس المحتله. هذا المخطط الاستيطاني الاحتلال يعني ينفذه على ارض الواقع وبوتيره متسارعه، وذلك بعد يعني اعلان ترامب المشؤوم بالقدس عاصمه لدوله الاحتلال. اليك مي. نشكرك جزيلا هاني فنون، اجملت لنا التطورات واعتداءات الاحتلال في محافظه بيت لحم. ننتقل شمالا الى طول كرم حيث يتواجد زميل ايهاب ضميري. اهلا بك ايهاب. ضاحيه شويكه باتت هدفا لقوات الاحتلال الاسرائيلي، بتنا نلاحظ اقتحامات متتاليه لهذه الضاحيه. اطلعنا على اخر التطورات في شويكه وفي طول كرم بشكل عام، تفضل. إيهاب هل تسمعنا؟ إيهاب؟ إذن مشاهدينا يتواجد الزميل إيهاب الضميري يعني ضاحية شويكه وهي التي تتصدر الوضع الميداني في محافظة طول كرم، حيث أن قوات الاحتلال منذ السابع من الشهر الجاري تشن حملة عسكرية متواصلة ضد هذه الضاحية، تشمل اقتحامها تحديدا في ساعات الليل المتأخرة وصولا إلى ساعات الصباح. الليلة الماضية كانت أيضا ليلة أخرى من ليالي الاقتحامات والمداهمات للمنازل والمحال التجارية. قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويك عند منتصف الليل واستمر الاقتحام لعدة ساعات وصولا إلى ساعات الصباح، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل للمواطنين تحديدا في الشارع الشرقي من الضاحية بالقرب من مخبز البلد والمخبز الفرنسي وظهرة كبارية، وأيضا بالقرب من مفترق الجعرور، كلها مناطق كانت قد تواجدت بها قوات الاحتلال. من جهة أخرى قوات الاحتلال أيضا اقتحمت لنقل محالا تجارية تعود لمواطنين هم أيضا يعني كانوا لا يتواجدون في محالهم، بالتالي هي تقتحم أي مكان تريده، وذلك بمزاعم تقول أنها تبحث عن الشاب أشرف نعال والذي أطلق النار في مستوطنة بركان المقامة على أراضي سلفيت، مما أدى لمقتل مستوطنين وإصابة مستوطنة أخرى. إذن شويكة تتعرض بالفعل لحملة متواصلة عسكرية تطال كل مكان، كل بيت، كل محل تجاري، حتى البيوت قيد الإنشاء والبيوت القديمة قوات الاحتلال تفتشها بمئات الجنود حتى بالكلاب البوليسية. قنابل الصوت تطلق من كل حذب وصوب بشكل يعني يحاول من خلاله جنود الاحتلال ترويع السكان وتخويفهم الآمنين في منازلهم، وبالتالي أصبحت الحياة اليومية والحياة الليلة في شويكة صعبة جدا. هذا من جهة في موضوع الشق الميداني. في الشق الأخير
الآخر وعلى مستوى الفعاليات اليوم يقوم وزير الزراعة بزيارة وبجولة تفقدية لعديد المؤسسات والمزارع في محافظة طول كرم، بدأت في مديرية الزراعة وصولا إلى مزرعة أخرى تتعلق للفراولة. أيضا هناك كانت زيارة لمحافظة طول كرم. قبل قليل غادر وزير الزراعة من هنا من جامعة فلسطين التقنية خضوري بعدما التقى في رئيسها نور الدين أبو الرب. أيضا الجولة ستستمر في بلدة عتيل شمال طول كرم، حيث سيزور مصنعا للمواد الغذائية الذي يصنع المزروعات باتجاه أن تصبح مواد غذائية، بالإضافة أيضا لقضية أخرى وهي زيارة مزرعة للأفوكادو. هذا بالنسبة للجولة. أخيرا وبالنسبة لفعالية أخرى وفي دار المحافظة، وهي فعالية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن هذه الحملة الوطنية التي تقوم فيها وزارة الصحة. سيتم اليوم إعلان وإطلاق فعاليات الكشف المبكر لموضوع سرطان الثدي. هذا بشكل عام ما يتعلق في محافظة طول كرم. نشكرك جزيلا إيهاب الضميري، وضعتنا في آخر التطورات بدءا من ضاحية أشواكة والاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتلال لهذه الضاحية الآمنة، انتهاء بموضوع التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي. نشكرك جزيلا. إذا مشاهدينا كنا مع شبكة مراسلينا في الميدان وآخر التطورات والفعاليات في محافظات الوطن، بدأنا في مدينة القدس وانتهينا بطول كرم. في أمان الله.